هسه اوكي الشاشة واضحة، صوت نسمع محمد. اوكي ان شاء الله. فالسلام عليكم، اليوم راح نشرح او نبدي موضوع السامبلنج تكنيك. يعني انا من اجي اسوي او احاول ابدي البحث مالتي، منو راح اختار من البارتيسيبنتس وشلون راح اختارهم، وهل اكو طرق هواية، وشنو الفرق بين طريقة وطريقة، وشنو الشيء الاكثر شيء راح يناسبني حتى انا ابدي بيه اسوي الريسيرش مالتي. فاكو مثل مصطلحات لازم نعرفها قبل ما نبدي بالموضوع. اول شيء لازم نعرف شنو البوبوليشن. البوبوليشن بالانجليزي او بال يعني مثل ما بالانجلش لانجوج تعلمناها، هي عباره عن مكان او سكان او ناس موجودين بمكان واحد. يعني all the people living in an area frequently encountered، سكان العراق هالقد. بس احنا عندنا يعني بالريسيرش ما عندنا هذا المصطلح. المصطلح population عبارة عن فت collection من individuals we are interested in. يعني أنا أريد أشوف مثلاً مرضى الهيموفيليا أو مثلاً مرضى اليوكيميا بالعراق، هذول كلهم أنا أريد أجي أسوي أو أسوي بحث عليهم حتى أطلع نتائج تخصهم. فال population مالتي هم مرضى اليوكيميا بالعراق، يعني population of Iraqi leukemia patients. هاي population كبيرة، يعني أنا أريد أدرسها، أنا أريد أسوي البحث أو أسوي بحث أطلع النتائج ينطبق عليهم. هاي هي الكولكشن اوف انديفيدجوالز راح ادرسهم. بس يعني بس ممكن تكون انديفيدجوالز او اشخاص او مرضى، لا ممكن هذا الحكي ينطبق على غير اشياء. مثلا اقول مثلا الصور بوبوليشن مال الصور، مثلا كل صور الجست اكس راي قاعد تنأخذ بالعراق، اجي اسويهم دراسه والقى مثلا كم واحده بيها نيومونيا، كم واحده بيها نيوموثوراكس، كم واحده نورمال. يعني اقدر اسوي population او اعرف population مالتي مو بس اشخاص او مرضى، لا مجرد ممكن تكون صور او حتى ممكن تكون سجلات. مثلا مثلا سجلات مال المرضى اللي عندهم demographic data مال population مال الثلاسيميا مثلا او هيموفيليا. يعني فممكن تكون اي شيء، يعني اي شيء مثل population كامله اللي انا اريد اخذ sample من عندهم او اريد اسوي البحث مالتي عليهم. فهذا هو population. زين البوبوليشن هاي بيها مشاكل راح نشوفها فد شويه، او ليش انا ما اقدر دائما اعتمد عليها او دائما اخذها. فاول شيء لازم نعرف انه ماتي البوبوليشن هي هاي الصوره الكبيره بالاخضر. قلنا مثلا كل مرضى اليوكيميا بالعراق ماتي، هذا هو البوبوليشن الكامل اللي انا راح ابدي احاول اسوي دراسه على قسم من عندهم. السامبل اللي انا راح اخذه بالريسيرش ماتي، مثلا انا راح اروح مركز واحد مثلا طابق السابع مدينه الطب مثلا، او اروح مثلا مستشفى الطفل المركزي، راح اخذ سامبل من جزء معين subset of population. فراح اخذ شيء صغير من هاي population واحاول اسوي اطبق النتائج مالتي عليه. بس اني ما راح اقدر اخذ طوبة كبيرة الخضراء كلها. ليش؟ لان اني صعب اخذ population. اي واحد مقدر يعدكم يقدر يفتر كل المحافظات كل المراكز ويقدر يشوف مرضى اليوكيميا بالعراق، فهي صعبة. فانا اجي اخذ السامبل او subset من هاي population مثل ما تشوفون هاي الطوبة البنفسجية واخذ من عندهم السامبل مالتي. فهو هذا الفرق بين السامبل اللي انا اقدر اخذه عن البوبوليشن اللي هي موجوده بس انا صعب اسوي لها اكسس وصعب اني اخذها كلها. زين اكو فد مصطلحات لازم نعرفها. اول شيء عندي التارجت بوبوليشن، مثل ما شرحناه قبل شويه، هي البوبوليشن اللي انا اريد ادرسها او اريد الانفستيجيتر او الريسيرشر اريد يعمم النتائج مال البحث مالته عليها. مثل ما قلنا انا رحت مثلا على مركز او طابق السابع مدينه طب اخذت مرضى اليوكيميا، اريد تارجت بوبوليشن مالتي هم مرضى اليوكيميا بالعراق، اريد اعمم النتائج مالتي عليهم. فالتارجت بوبوليشن هم مرضى اليوكيميا بالعراق مثلا، فهذول هم التارجت بوبوليشن اللي انا راح ابدي اسوي دراسه عليهم. مثلا واحد يريد ياخذ البيشنتس او الاطفال اللي هم بريست فيد، هذول الاطفال هم بوبوليشن مالتهم شكو طفل يسوي بريست يعني يسوي اكسكلوزيف بريست فيد. او مثلا الناس اللي مثلا ياخذون سيرتين انتيبايوتيك، يعني اي بوبوليشن انا اريد اسوي عليها دراسه، مثلا مرضى الثلاسيميا، مرضى البريست كانسر بوبوليشن، دول اريد اخذهم. فهي هاي بوبوليشن مالتي، فهي اسمها تارجت بوبوليشن. زين سامبلنج يونت هي فد اصغر وحده ضمن البوبوليشن، او الشخص الواحد او فد الريكورد الواحد او الصوره الواحده ضمن هاي بوبوليشن. يعني انا رحت اخذت مريضه عن بريست كانسر، اخذت من عندها معلومات، هاي تعتبر سامبلنج يونت، يعني هاي فد اصغر شيء هي الشخص اللي اني اخذت من عنده المعلومات او اخذت الصوره مالته. ثالث شيء عندي سامبلنج فريم. سامبلنج فريم هو قائمه او سلسله قائمه بالتسلسل مال البوبوليشن. يعني انا عندي قائمه كامله بكل مرضى اليوكيميا بالعراق او كل مرضى البريست كانسر بالعراق، الاسم، العمر، والمعلومات البقيه. عندي سامبلنج فريم كامل عندي.
هذا المصطلح هو انا عندي مشكله بيه بالبحث او بالبحوث بالعراق، يعني احنا يوجوالي ما عندنا هالسامبل فريم مع كل البوبيليشنز او كل المرضى، يعني ما عندي في القائمه بيها كل المرضى مال تلاسيميا او بيها مثلا مال بريست كانسر والى اخره. فالسامبل فريم هو اسمه فريم، يعني اطار او فد لوحه بيها كل الناس او كل البوبيليشن اللي انا راح يعني راح ممكن اقابلهم او ممكن اشوفهم. اخر شيء عندي سامبلنج سكيم او هذا المخطط اللي انا راح اخذ منه سامبلنج يونت من الفريم، يعني شلون الطريقه اللي راح اخذ بيها اليونت اللي هو مثلا مرضى بريست كانسر من كل الفريم. يعني عندي فريم بكل مرضى صار بريست كانسر بيشنتس، عندي فريم كامل مع كل البوبيوليشن، انا بيا طريقه راح اخذ مرضى من هذول الفريم، يعني اخذ اليونت باي طريقه راح اخذ هاي اليونت او المرضى مال سرطان الثدي من البوبيوليشن الكامله. فهي هاي احنا موضوع اليوم يا جماعه راح نركز عليه، هو هذا اهم شيء، يعني انا شو راح اخذ سامبل مالتي من البوبيوليشن، فهذا اهم نقطه من المحاضره اليوم وان شاء الله ما راح نوضحها بعدين. فملخص الحكي كله اللي حكيناه، هذا رقم واحد اللي هو طار البعيد مثل ما تشوفون هذا بالرصاصي الفاتح، هذا هو البوبيوليشن، يعني كل الاندفجوالز اللي موجودين حاليا بكل المنطقه مالتي او كل مثلا كل العراق، كل بريست كانسر بيشنتس بالعراق. يعني شكو مريضة بريست كانسر بالعراق موجود سهل رقم واحد population. زين. رقم اثنين اللي هي الدائرة الأضيق أو الأصغر هي يسموه sampling frame. يعني الناس اللي أنا مسجلهم أو الناس اللي أنا أعرفهم مسجلين عندي أو بالمراكز اللي عندي. فشنو فرقة حتكون؟ حتكون مثلا أكو جزء مرضى بريست كانسر هم ما مسجلين أو ما معروفين أو بعدهم ما مشخصين. فذول أنا ما أقدر أسوي لهم assessment، لأن ذول أصلا ما أعرفهم منهم، بعدهم جزء ما مشخصين أو هم مراحل الطبيب ولا آخره. بينما sampling frame هو الناس اللي أنا مسجلهم أو الناس اللي عندي. فهذا هو سامبلنج فريم. ثلاثة سامبلنج بول، هذول هم الناس اللي انا راح اقدر اختارهم من السامبلنج فريم، اذا انا اجي اقدر اسوي لهم مقابلة او اخذ صورهم او اخذ ريكورد مالتهم. اللي هم الناس اللي اقدر اروح واخذ منهم معلومات، اللي هم اسمهم سامبلنج بول. بس المشكلة وين؟ انه انا عندي بالاخير هاي رقم اربعة اللي هي سامبل يونت، او يعني هاي السامبل مالتي بالاخير رقم اربعة. هم هذول الناس اللي لما اروح عليهم او اخذ منهم معلومات راح يعطوني معلوماتهم. تعرفون هواي مرضى لما تروح عليهم مثلا تاخذ هيستوري او تسوي اكزامينيشن عليهم ما راح يقبلون، هم من ضمن السامبل بول، هم هذول المرضى مثلا موجودين بالطابق مال الباطنيه او غيرها موجودين وانت رحت عليهم اخذتهم كسامبل بس هم رفضوا، فهذول اللي يعني ما قدروا ما قدرت تاخذهم السامبل مالتك. فراح يكون عندك اهم شيء هو السامبل رقم اربعه، السامبل يونت هو اللي راح تاخذه بالبحث مالتك، هذا رقم اربعه اللي هم الناس اللي قبلوا يجون وياك او قبلوا او انت اخذت معلومات من عندهم او اخذت الصور مالتهم والى اخره. فهي هاي عباره عن من الكبير للصغير. هي شنو المشكله يا شباب؟ المشكله احنا عندنا كل ما ناخذ دائره اكبر كل ما احنا قاعد نعمم النتائج مالتنا اكبر. وكل ما تتجه دائره اصغر كل ما النتائج مالتك حتكون اقل ليس جنرايزبل ذان ذا هول بوبيليشن. بس طبعا احنا دائما نكون يعني تكنيكس راح نحكيها انه دائما نكون اقرب حتى نعمم النتائج مالتنا على كل المرضى الموجودين. شنو التايبس اوف سامبلينج؟ يعني قلنا الطريقه او السكيم اللي انا راح اخذ اليونتس من راح اخذ اليونتس من الفريم مالتي، او بشكل عام راح شلون راح اخذ المرضى او شلون راح اخذ الريكوردز او الصور او الاخره، يعني اي داتا تايب. عندي في شيء يسمى probability sampling، يعني سامبل باحتماليه، يعني لما راح اخذ الاشخاص او لما راح الم المرضى مالتي او ريكوردز ضمن احتماليات، مو اني عامي شامي اجي الم المرضى. هاي يسمى probability sampling، هذا هو اللي هو الليفل مالته اعلى او بفوائد اكثر بس اصعب. الطريقة الثانية يسموها نون probability sampling. هذا شنو؟ هذا انه انا راح الم المرضى او راح اخذ الريكورد بس الطريقة احنا نقول بالعراقي عامي شام، يعني راح المهم بالطريقة اللي سهلة الي او طريقة يعني تشيب، الطريقة اللي انا اقدر اضمن سهولة البحث الي، بس بنفس الوقت على حساب شغلات الاخ اللي مثلا الجنرالزابلتي مال ريزلتس او تعميم النتائج. فكل واحد من السامبلينج بيه انواع، مثلا عندي سمبل راندوم، ستراتيفايد، كلاستر، سيستميك، هنا عندي كونفينينس، بيربسيف، سنوبول، كوتا سامبلينج. راح نحكيها بالتفصيل بعدين. بس نريد نوضحها، هو انا هسه شنو اللي عندي البروبابيلتي سامبل او شنو الفائده مالته؟ البروبابيلتي سامبلنج اللي حكينا الطرق الاربعه والخمسه اللي شفناهم هي انه كل شخص انا راح اختاره عنده نسبه معينه او عنده ريسك معين راح يطلع اختاره ضمن مجموعه الاشخاص. مثلا عندي 100 شخص. هذول 100 شخص كل واحد من عندهم عنده نسبه 1% انه راح اختاره ضمن السامبل كامل. يعني عندي 100 شخص، الشخص الواحد والشخص ال 50 والشخص ال 60 والشخص ال 100 كلهم عندهم probability ثابته انه راح اجي اختارهم. فلما راح اختار السامبل راح اختار سامبل ضمن قواعد او ضمن رولز معينه
حتى اضمن كل شخص عنده نفس الريسك او نفس النسبه انه راح اختاره من السامبل مالتي. ولهذا السبب هذا السامبل راح يكون عادل اكثر او ممثل للبوبوليشن اكثر، يعني اقرب للجنرالزابلتي مال الريزلتس مالتي. فهذا طبعا نقطه مفيده ايما اسوي بحث. بينما نون بروبابيلتي سامبلينج لا، هذا ماكو قواعد، ماكو احكام تحكمني انا كيف راح اجي اروح الم السامبل مالتي، فشي كله سهل لي ما راح يتعبني، واغلبنا سويناه واغلبكم راح يسووه. بس شنو المشكله؟ does not guarantee equal chances of each subject، يعني راح اخذ الشخص اللي اشوفه مناسب او اشوفه سهل انه اخذه، فما راح احط احتماليه او ريسك معين انه راح اختار ناس معينين عن دون ناس معينين. فهذا مشكلته انه ما راح يحط لي فد ريسك او فد احتماليه محدده لكل شخص، وهذا راح ياثر على generalizability of results، ما راح اقدر اعمم النتائج مالتي بشكل كامل. يعني او بصوره مختصر اكثر، samples which were selected using probability sampling are more representative. لما اختار سامبل مالتي ضمن قواعد او احكام او رولز معينه راح يكون السامبل مالتي ممثل اكثر للبوبوليشن. هاي نقطه للبروبابيلتي سامبلينج. بينما اختارهم عامي شامي نون بروبابيلتي كيفي راح اختارهم؟ هاي راح يكون شيء اسهل الي مثل ما قلنا، بس حتكون عندي مشكله بالجنرالزابيلتي اوف ريزلتس، يعني ما راح اقدر اسوي اعمم. ليش؟ لان في شيء حيصير عندي بوتنشال فور بايز. بوتنشال فور بايز، انا راح اخذ مجموعه مرضى يعني بكيفي، فاحتمال هذول اللي بكيفي خذتهم ما راح يمثلون الكميه الكبيره او المرضى اللي هم صدق يمثلون البوبوليشن مالتي. التشيك بوينت او الرساله اللي لحد هسه نوصلها لكم انه دائما نحاول نكون وذ بروبابيلتي سامبلينج اذا امكن واذا قدرت اسوي. ليش؟ لان البروبابيلتي سامبلينج قلنا راح تفيدك او تعطي قوه للبحث مالتك، لان انت لما راح تكمل بحث راح تقول اني سويت بروبابيلتي سامبلينج فاني النتائج مالتي ممكن انها او اكثر تتعمم على البوبوليشن مما واحد يجي يسوي نون بروبابيلتي سامبلينج. بس ما راح اشوف بالبراكتس بالتطبيق انه خاصه احنا عندنا بالعراق انه اكثر شيء احنا راح نميل للنون بروبابيلتي، لانه في شيء قلنا في شيء كله سهل وايزي ومريح للباحث، وخاصة الناس اللي يعني بيسوون بكود يعني يعني هوس عليهم مش عارف الشيء ايزي حيصير عليهم. اعتقد هسه محمد تقدر تكمل لو انا كمل محمد. الو ها اسمعك. أكن أوكي شوي ملخص عنها، هي probability sampling ونون probability sampling. probability sampling هي المجموعة اللي تكون شوي أصعب إرادة للشغل أكثر، بس هي لكل الناس اللي تسويها. أي بحث في الدنيا يحاول إنه من يسوي sampling يسوي probability sampling، بينما النون بروبابيلتي سامبلينج يكون البحث اضعف من عده نواحي. شنو الفائده اللي اني اسوي به يعني راندمايزيشن او اسوي بروبابيلتي سامبلينج؟ الفكره انه اريد اسوي البحث مالتي ريزلت جنرالايزبل، يعني الريزلت اللي حصلتها من السامبل اقدر اطبقها على البوبيوليشن. نفترض انه انا سويت دراسه وبالسامبل طلع انه البريفالنس اوف هايبرتنشن بالاوبيزيتي 70%. اريد اوصل الى نتيجه انه هذه ال 70% ممكن تنطبق على الهول بوبيوليشن. هذه فكره اسوي جنرالايزابيلتي، يعني النتائج اللي احققها واحصل عليها من السامبل احاول اطبقها على البوبيوليشن. هذه هي فكره الجنرالايزابيلتي. حتى اوصل الى الجنرالايزابيلتي لازم احتاج الى اول شيء انه اسوي probability sampling اللي هو راندوم عشوائي. لازم اول شيء احاول اسويه عشوائي. اي سامبلينج نون بروبابيلتي نون راندوم فهو ما يتسمى بالجنرالايزابيلتي. هاي نقطه. النقطه الثانيه اخذ سامبل كبير، كل ما يكون السامبل اكبر كل ما حيكون اكو احتماليه اعلى انه هو جنرالايزابل، يعني اللي ياخذ 100 مو مثل ياخذ 1000، مو مثل ياخذ 10000، مو مثل ياخذ مليون او عده ملايين. والنقطه الثالثه حتى يساعدني بالجنرالايزابيلتي هو ريسبونس ريت. شنو فكره الريسبونس ريت؟ انه انا حجيب اختاريت سامبل مثل ما اشرح لكم هسه مصطفى، انه سامبل فريم واختاريت مجموعه اسماء. نفترض 100 واحد، من دول ال 100 واحد يا بعرض عليكم تشاركون اياه بالبحث. اذا قبل 50 واحد مو مثل ما يقبل 98 واحد. كل ما اللي عدد اللي يقبلون يشاركون بالبحث اعلى كل ما يعني انه البحث مور جنرالايزبل. فعندنا ثلاث نقاط الاساسيه، يكون random sample يعني probability sample،
يكون السامبل سايز كبير وريسبونس ريت عالي، كلها تساعد انه الريسيرش مالتنا يكون جنرالايزبل. بالسامبلينج هسه البروبابيلتي سامبلينج قدامنا اربع انواع. نبدي من السامبل راندوم، بعدين الستراتيفايد سيستميك والكلاستات، والنون بروبابيلتي سامبلينج هي اربعه موجوده علينا. هسه خلينا نبدي باول واحد هو سامبل راندوم سامبل. سامبل راندوم سامبل هو ابسط نوع بالسامبلينج، مثل القرعه. ممكن مثلا اسوي طوبات، ممكن بالحاسب يختار عشوائيا، عشوائي بحيث انه شك واحد بالفريم بالسامبل فريم ممكن انا يطلع لي اسمه بالسامبل راندوم سامبل. هو ابسط الانواع، ابسط انواع الراندمايزيشن، ابسط نوع الراندمايزيشن هو هذا. اللوتري ممكن بالحاسب نستخدمها يطلع لنا ارقام. مثلا انا افترض انه عندي سامبل فريم مالتي ب 1000 اسم، من دول الالف اريد اخذ 100 اسم، شو اسوي؟ ممكن واحده من الطرق انه اسوي طوبات، 1000 طوبه، هذه مو فعليه بس يعني ثيوريتيكلي انه اختار من عندها 100 طوبه. او بالحاسبه اريد اختار لي 100 رقم من اصل 1000 رقم بين الواحد والالف. فني الارقام اللي حتطلع لي ادخلها ضمن السامبل. هاي الارقام بعدين شو اسوي لها؟ احكي وياهم يابا انا اريد اسوي بحث، يشتركون وياي لو لا؟ نسبة اللي يشتركون من عندها هنشوف بعدين يطلع لنا السامبل. يعني احنا اختارنا 100 وافقوا وشاركون 90 واحد، فالسامبل مالتي طلع 90، الريسبونس ريت 90%. هذه كلها طرق للراندوم سامبلينج. بالحاسبه برنامج اختار لي 100 رقم من اصل 500 رقم، حيختارها راندوملي. السحبه مال تشامبيونز ليج كوارتر فاينلز عباره عن طوبات بيها اسماء ارقام اسماء فرق، اختارها عشوائيا. النوع الثاني هو ستراتيفايد سامبلينج. الفكره ستراتيفايد سامبلينج انا حجيب السامبلينج فريم اللي عندي، نرجع نفسه انه عندي سامبلينج فريم الناس اللي عندهم اوبيزيتي. زين، من دول الناس اللي عندهم اوبيزيتي شقد؟ 1000 واحد. حجيب اقسمهم الى تو ستراتم، تو جروبس، مجموعتين. من عندهم مثلا 400 واحد حيكون ميل، 600 واحد حيكون فيميل. بعدين من دول المجموعتين اخذ راندوملي. فالفكره الاساسيه انه انا حضمن انه اكو ميل وفيميل حيشتركون بالسامبل مالتي. ممكن اني احط نسب انه يابا انا حختار 50% من الميل و 50% من الفيميل، او اقول لا تبقى على النسبه الاصليه. النسبه الاصليه كانت 40% ميل، يعني قلنا 400 من 1000 هم ميل و 600 من 1000 هم فيميل، فاقول حختار 40% من السامبل ميل و 60% فيميل. ممكن مو بس اقسمهم ميل وفيميل، مثلا اقسم ميل وفيميل بعدين حرجع اقسمهم الى صغار وكبار، بحيث اضمن انه انا عندي ميل صغير ميل كبير، فيميل صغيره فيميل كبيره. زين، وهم بالضبط ممكن اختارهم نسب متعادله، يعني الميل والفيميل 50 ب 50، والصغار كبار 50 ب 50، او حسب نسبتهم بالبوبوليشن. فائده هذا النوع من الراندمايزيشن انه اني المجاميع الصغيره حتكون ممثله بالسامبل مالتي. مثلا انا اذا اريد اسوي دراسه على زي ما قلنا الاوبيزيتي، واذا اريد اني سامبل فريم مالتي الف، اريد ادخل 100 واحد. من دول ال 100 واحد انا اريد احط مثلا رئيس، نجيب اكراد وتركمان. يجوز انا من دول مثلا عندي 50 واحد كردي و 50 تركمان، يجوز باي تشانس لو يطلع واحد من كل مجموعه لو ما يطلع. فبهالحاله حيصير انا ريبرزنتيشن بالسامبل، الرئيس كله حيطلع مثلا عرب اذا بالعرب، او اذا افريكان امريكان، اذا هسبانيك، اذا الايجيان لاتينو، كلهم حيطلعون يعني مو ممثلين بالسامبل مالتي، فنوت ريبريزنتبل لكل السامبل. فهاي تفيدنا من اكو ماينر جروبس، اقليات، استخدم هذا ستراتيفايد سامبل. زين، النوع اللي بعده هو كلاسترز. نفترض اني اريد اسوي سامبل اجيب بي مثلا معدل طلاب سادس الاعدادي بالعراق. البوبوليشن مالتي هو معدل طلاب سادس الاعدادي بالعراق، هاي مالتي البوبوليشن. حصلت داتا فريم وكامله باسمائهم،
بس انا ما عندي درجات، ما اريد واحد واحد اساله واشوف ايش قد كان يقرا، شلون قرا، معلومات عن اهله، عمره، هالسوالف. حصلت الداتا سامبل فريم مالتي، وراها شو اسوي؟ ما اقدر اني اسال بالاراضي جزء عندي مثلا 500,000 طالب، فشو اسوي؟ اختار كلاستر. مثلا اقدر اختار كلاستر هي المحافظات او مدارس او مديريات التربيه، او اشمل اقسم العراق 3 كلاسترز، شمال وسط جنوب. فحقسم البوبيليشن مالتي الى كلاسترز، ممكن استخدم المحافظه، ممكن استخدم المدينه، ممكن استخدم يعني فد قضاء، فد شيء اداري. فالطريقه للتقسيم هذول الناس الى هذه الكلاستر، الى هاي المجاميع، وبعدين وراها اختار هذه الكلاستر واجي اختار من ادها سامبل مالتي. الفكره هاي وين استخدمها؟ اذا انا ما عندي سامبل فريم، اذا ما عندي سامبل فريم ب مثلا كل الطلاب الاعداديه بالعراق، فاقدر اقول انا عندي سامبل فريم مال المدارس، اختار مثلا مال اختار مال المحافظات، اختار محافظه، وبعدين بكل محافظه اجي اجمع سامبل. وبهالطريقه تكون مفيده. بس فكره لازم الكلاسترز تكون نقول عليها متجانسة. شلون يعني؟ يعني أنا إذا أريد أسوي دراسة أشوف الـ prevalence of obesity، وأكو مثلا معروف أن محافظة من المحافظات هي بيها prevalence عالي من obesity، فإذا أخذت هذه المحافظة حيطلع لي prevalence عالي، مو لأن الدولة كلها هي high prevalence of obesity، بس لأنه هاي المحافظة هي high prevalence of obesity، هي معروفة. لذلك لازم ناخذ شرط من شروط الكلاستر انه يكون الكلاسترز هوموجينس، يعني احنا متوقعين انه الاوبيزيتي بريفلنس متساوي بكل المحافظات، فانا اخذ محافظه من المحافظات واسوي جمع عليها ستاتستكس، بعدين اقول هذه تتعمم على كل العالم. واضح؟ او مثلا انا اريد اشوف مثلا بالنسبه حتى للقوميات، اريد اشوف ايش قد مثلا نسبه الطلاب مثلا الاكراد اللي يدرسون بالمدارس. اذا انا ما اخذ ما بالعراق كله، اذا انا سويت كلاسترز على المحافظات وطلع لي المحافظات مثلا بغداد، الناصريه، الانبار، كوت، هاي المحافظات اتوقع انه الفريفلنس مال طلاب الاكراد كلش قليله، بينما اذا صعدت المحافظات الشماليه اربيه السليمانيه دهوك حتطلع بالعكس الفريفلنس عالي. فلازم الكلاسترز تكون هوموجينس حتى انا اقدر استخدمها كطريقه بالسامبلنج. النوع اللي بعده هو سيستماتيك او سيستميك، اللي هو يسموه انترفال سامبلينج. انا افترض انه نرجع على الاوبيزيتي والهايبرتنشن، عندي السامبل فريم 1000 بيشنت، هذول ال 1000 بيشنت اي داخل معدهم 100 واحد، فش اقسمهم؟ اقسمهم الى انترفال، اقول 1000 تقسيم 100 الانترفال مالتي 10، يعني من كل 10 اشخاص حاخذ واحد بهذه الطريقة. واضح؟ إذا عندي 5000 وأريد آخذ 1000، أقسم 5000 على 1000 5، يعني من كل 5 أشخاص آخذ واحد. شلون حسويها هذه؟ هسه أنا حددت إنه هنا أريد آخذ عندي 6 سامبل فريم، أريد آخذ 2 من عندهم، أقسم 6 على 2، الانترفل إيش قد طلعت؟ طلعت 3 مثل ما هنا موجود. شوفوا هذا 2، هذا 3. فحقول حختار من كل ثلاثة، هاي ثلاثة هاخذ واحد، من هاي ثلاثة هاخذ واحد. اختار من دول الثلاثة عشوائيا، اخذها سمبل راندم، طوبة او بالحاسبة طلعت لي، اختارت ثلاث طوبات، طلع لي الطوبة اللي بيها رقم ثلاثة، بديت رقم ثلاثة. السامبل اللي بعده ايش قد حاخذه؟ ستة، اللي بعده تسعة، اللي بعده 12، اللي بعده 15، وهكذا. لو نفترض اني قسمتهم الانترفل ثلاثة وسويت سمبل راندوم وطلع لي اول رقم واحد، حختار واحد وراء اربعة وراء سبعة وراء عشرة وهكذا. فلازم اول خيار يكون راندوم، سمبل راندوم، وبعدين ابدي اضيف الانترفل. النوع اللي بعده اللي هو مالتي ستيج، مثلا انا اذا اريد ادرس في بوبيليشن كلش كبيرة، مثلا اذا اشوف البريفلنس اوف اوبيزيتي ان العراق، اول ما اجي حقول انا اتوقع انه كل العراق هو يعني متوقع انه نسبه
الاوبيزيتي هو متساوي بالمحافظات، فاجي اختار من 18 محافظه اخذ سمبل راندوم سامبل اربعه، فهي صاروا شو كلاسترنج، يعني اخذت اربعه من بين 18، اخذت اربعه راندوملي. شلون اختار من الاربعه؟ ان راندوملي بالحاسبه بالطوبات اخذ من الاربعه، بعدين داخل هذه الاربع محافظات حجي اقسمها الى مثلا اقضيه ونواحي، اقضيه اقسم اختار من ذني الاقضيه اربع اقضيه، بعدين داخل كل وحده من ذني القضاء انا حجيب مثلا اخذ كل البوبيوليشن، اذا كل البوبيوليشن من هذا القضاء، اذا ما اقدر اخذ كلهم حرجع اقسمهم الى مثلا مناطق واخذ بس هالمناطق. زين، هذه مالتي ستيج، يعني بالدراسات الكلش ضخمه نسوي مجعده انواع من السامبلينج. ممكن مثلا اختار اول، اخترت المحافظه راندوم سمبل راندوم، بعدين نزلت حتى اخذ الاقضيه طلعت عندي 30 قضاء، انا اذا اخذ خمسه حسويها سيستماتيك سامبلينج، اقسم اذا عندي السامبلينج انترفال سته فاخذ كل ست محافظات واحد. هذه هم طريقه للراندمايزيشن اللي هي تسموها مالتي ستيج. هسه نجي على النان بروبابيلتي سامبلينج اللي هو اكثر نوع احنا نستعمله. ليش نستعمله هو هذه للكونفينينس سامبلينج؟ يعني هو اسمه كونفينينس، سهل. اغلب البحوث اللي تنشر العراق وبالعالم هي بيها كونفينينس سامبلينج، بس طبعا باستثناء اللي بيها راندمايز ترايل اللي بيها يعني التجارب السريريه، لا ديش حاجه يسوي راندمايزيشن يعني تقوي من قوه البحث. هذا الكونفينينس هاي موجود على قولتهم، يعني اخذ الشيء اللي انا اقدر احصله. اول اسباب احنا ناخذ الكونفينينس سامبلينج لان احنا ما عندنا داتا سامبل فريم، يعني ما عندي سامبل فريم، كل الراندمايزيشن ما اقدر اسوي، فبهالحاله شو اسوي؟ مجبور اخذ الكونفينينس. نفترض انه انا اريد اشوف ايش قد اطوال المرضى اللي قاعدين بالطابق الثاني مستشفى بغداد، اريد اقيس طولهم او اذا اشوف ايش قد البلد بريشر مالتهم. اذا انا ما عندي لستة بكل اسمائهم ما حقدر اختار من عندهم راندوملي، فحتكون السامبل مالتي كونفينينت. وغالبا احنا بحوثنا ما احنا نلقى سامبل فريم ناخذ من عنده، حنجي هل موجود ناخذه، وهذا هو كونفينينت سامبلينج. مشكلته انه ما يصير بيه جنرالايزابيلتي، مثال عليها اريد اخذ مثل ما قلنا هسه نقيس الطول او البلد بريشر، اختار على الطابق الثاني المرضى، السلام عليكم، عليكم السلام، عندنا باحث هيجي وهيجي وهيجي، ممكن تشترك بيه لين نقيس ضغطك، يابا اوكي، واقيس البشر او اقيس طوله، وهذا هذا السامبل مالتي اللي هو كونفينينت، ما بي اي ميثود اوف راندمايزيشن. مثل ما تشوفوا هو كونفينينت بالنسبه كويك ان اكسبنسيف. النوع الثاني اللي هو سنو بول، شوفوا هاي سنو بول حطيناها طوبه مال ثلج. طوبه مال ثلج شنو فكرتها؟ انه تبدي صغيره بعدين ويا الوقت تكبر 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 الى ان تصير كبيره. السنوبول سامبلينج نفس الشيء، انا اريد اشوف مثال عليها السكليرا ديرما، عفوا سكليرا ديرما هو فد رير ديزيز هيماتولوجيكال ديزيز، بعدهم ما واصلين للخامس ما يعرفوا، بس هو فد مرض مفاصل نادر كلش، شوفوه بالمستشفى ذا مستشفى مرات تشوفوه ان شاء الله. دول المرضى انا اذا اريد اسوي بحث عليكم منين حجيب مريض عنده سكليروديرما؟ مو سهله، ايش اسوي؟ عاده السكليروديرما واحد يعرف الثاني، فاني اجي على مريض عنده سكليروديرما اخذ منه المعلومات، بعدين من تعرف واحد عنده سكليروديرما حيدليني على غير واحد، رحت على غير واحد اخذت منه الداتا ورا ما كملت دليني على غير واحد، وهكذا تكبر الطوبه مثل طوبه الثلج. استخدمها بالديزيزز اللي هي رير الداتا ما اقدر احصلها، مثل هنا cannot be located in a specific place، ما اقدر احدد مكان او فد داتا فريم خاصه بالسكليروديرما، او اكو مثلا الفاسكولايتس هوايه انواع الامراض المفاصل هوايه بها رير، فصعب اجمع داتا عليهم، فشو اسوي؟ استخدم سنوبول، هو هم نان راندوم. النوع الثالث هو الكوتا سامبلينج. هل هاي حاط لكم الخطوات مالتها؟ اول شيء نقسمهم الى سب جروبس اعتمادا على relevant characteristics احنا نريدها، مو مثل صراحة حيقولها شنو استرات شو مثل استراتيفايد هم نقسم سب جروب وهذه، بس لا هنا الفكره انه ماكو سامبلنج فريم،
ما عندي سامبلنج، ما طول ماكو سامبلنج فريم احنا ابتعدنا عن الراندمايزيشن. حجيب اقسم اقول انا اريد اسوي بحث على البريفالنس اوف اوبيزيتي، اريد من عندهم 50 ميل 50% ميل و 50% فيميل، هم باعتبار ميل يعني 50 ب 50. وبعدين اريد اشوف اني اريد من عندهم دول 20 واحد يكونون صغار و 30 واحد كبار، ونفس الشيء بالميل 20 ب 30. نجمع 100 واحد وبعدين نسوي احصاء. ما سويت اي ميثود اوف راندمايزيشن، بس انا اللي ببالي قلت انه ناخذ مجاميع نقسمهم ونجمع سامبل حسب السامبل سايز اللي انا محدده. هذا النوع من السامبلينج هو نون بروبابيلتي، هذا احنا نسويه همينه هواي. مثلا انا اريد اجمع اسوي بحث عن البريست كانسر، واذا اشوف انه الداتا مالتي شو صارت هوايه يعني شباب زين، اللي اعرف انه الايج اللي اراه مثلا مو هالعمر، مثلا اخذت ثلاث ارباعهم اربعينات، فش اقول؟ اقول خلي ابدي ازيد بالكباريه بالعمر، خلي احط خمسينات خمسينات. هذا هو نوع من الكوتا سامبلنج، هو نون راندم وابد مو راندم. هسه البروبابيلتي سامبلنج والميثود اوف راندمايزيشن واضحه. النقطه الاساسيه من اريد اسوي هسه سامبلنج خليني اسويها كخطوات، اول شيء لازم احدد البوبيوليشن مالتي. مثلا قلنا التراكي اوبيس بيشنت، هذا مالتي تارجت بوبيوليشن. بعدين وراها احدد عندي سامبلنج فريم لو ما عندي سامبلنج. ما عندي سامبلنج فريم حروح على النل بروبابيلتي سامبلنج، عندي سامبلنج فريم حروح على بروبابيلتي سامبلنج. نفترض ما عندي اختار اما كونفينينت هل موجود اخره، او اذا كان الاوبيزيت صعب واحد يحصله اسوي سنوبول، او استخدم كوتا اللي هذه انا اسوي اثناء الداتا كولكشن اسوي موديفيكيشن ازيد من هالنوع اقلل من هالنوع. او اذا انا اريد اسوي probability sampling اشوف اختار اما ابدي نوع مثلا simple random اذا كانت sample size اللي اريده مو هو، يعني مثلا ما اقول اني sample size 500,000 حجيب 500,000 اخذهم قرعات ما طوبة لو بالحاسبة، لا نستخدم مثلا multi stage او cluster sampling. اذا انا اريد اضمن انه الكاركترستيك مال population كلها represented بالsample اجي اختار stratify، وبعدين نحدد السامبل سايز وراها يبدي داتا كولكشن. هسه نجي على السامبل سايز، وهواي يسالون يقولون شنو نحط سامبل سايز، انا مش تقول شنو احط سامبل سايز، انا شو اجاوبهم؟ اقول لهم تقدرون تحطون 100,000؟ يقولوا لي لا. تحطون 50,000؟ لا. 10,000؟ 5,000؟ ماكو عدد محدد للسامبل سايز، كل ما اكثر كل ما احسن. جيب مليون بعد احسن، 10 ملايين بعد احسن، 100 مليون بعد احسن، ما حد يقول لك على سامبلك كبير، كل الكيف من يشوف سامبل سايز كبير، والمجلات يعني نشر هذا توب من عندك سامبل سايز كبير حتى نشره سهل، بينما انت اذا سامبل مالك قليل تحير ما ينشر، لان سامبل سايز صغير، وبالحقيقه ما يصير بالجنرايزابيلتي، وليش تريد سامبل سايز عالي؟ الجنرايزابيلتي. نادى يشوف هذا الدراسه المنشوره بلانسيت دايابيتس 22، يعني هذا جديد البحث. هنا راندمايز ترايل، ان الراندمايزيشن كل شويه يستخدمون بالكلينيكال ترايل، حيستخدمون راندمايزيشن لان لازم يسوونها لان البحث تعبان عليه. اذا حنقرا نشوف ايش قد وي راندملي بالفايندينجز، شوفوا هنا هذه وي راندملي اساين 21,315 بارتيسيبنت، مع انه هو راندم وسامبلنج ومسوين حتى يعني ترايل انترفينشن على رول اوف فيتامين دي 3، بس حاطين سامبل كلش كبير. سوي من عندهم 10,000 واحد مختارينهم يعطون بلاسيبو، 4,000 10,000 فيتامين دي و10,000 بلاسيبو، مقسمين تقريبا بالنص، يعطوهم البلاسيبو او الفيتامين دي ومسوين عليهم اناليسيس. فنشوف هنا بهالدراسه سامبل سايز كلش كبير. نشوف هاي الدراسه على بري كونسبشن لايف ستايل انترفينشن انفرتايل وومن ويذ اوبيزيتي، اسمها فيت بليز ترايل، ام راندمايز ترايل. هنا اللي قد ماخذين 379 بيشنت، هناك شفنا 21,000، هنا نازله 379. ماكو فد سامبل سايز حتى كل دراسه، لو هسه تجيب 100,000 دراسه حتشوف كل واحد ما حاط رقم. شو
يشوفوا how to calculate sample size in randomized control trial. بال control trial كلش مهم randomization، كلش مهم sample size adequate. يعني أنت صارف تعبان على بحثك تعبان، فخذ sample size زين، سوى randomization حتى يكون generalizable. فكرة randomized clinical trial إن النتيجة اللي أريد أحصلها من هاي trial أريد أسوي لها generalization على مات population. article كامل شوفوه اذا تريدون how to calculate sample size and randomize control trial، احنا ما راح ندخل بيه، بس قسمهم كل trial شلون ناخذ له قانون خاص به. حتى نريد نعرف انه sample size لازم نريد نعرف اولا انه population size اللي عندي، يعني انا اذا احسب sample size اللي يعني اللي اريده بهذا البحث لازم عندي تقديرا عن population. مثلا هسه احنا نعرف ايش قد عندنا كم dementia بالعراق، دوروا بال جوجل باب ميد، روحوا وزارة الصحة وزارة التخطيط قلنا نريد نعرف كم البيشنت عنده ديمنشيا بالعراق. وبالعالم كله صعب، يعني ايش ما ادري هذا ديمنشيا، جزء ديمنشيا وباقي ببيتهم. مو مثلا المريض اللي عنده تروما، واضح اللي عنده تروما، او المريض اللي صار ب مايوكارديال انفاركشن الناس توديه للهوسبيتال، بس مثلا ديمنشيا في بالبيت ويقول لك هذا بدا ينسى. فاول هو اصلا كولكشن صعب والريجستريشن بالعراق مو قوي، فاكيد ما راح تلقى هيك داتا افيلبل. بعد دراجز ابيوز امونج سكيزوفرينيك بيشنتس، بيشنتس سكيزوفرينيك ياخذون دراج ابيوز، واي ناس اصلا سكيزوفرينيك ما تعرف بيهم الدوله، تعالجون بعيادات او حتى اكو ناس حتى يعتبروهم انه هذا ماد بيرسون، حتى ما يطلع علاج ولا ادري خطيه يشوفهم بالشارع. فهيك داتا مو افيلبل، فانا اصلا ما اقدر اعرف البوبيليشن سايز مالتي. بينما من نيجي هنا مثلا هذه هارفارد ستودنت بوبيليشن، ايش قد عندهم طلاب؟ 30391. هذه عندي البوبيليشن مال طلاب الداون هارفارد 30000، من عندهم 8000 اندر جراجويت، الجراجويت 20000، حتى مطمئن وومن، هاي اذا اريد اسويها ستراتيفيكيشن. بينما هنا يونيفرستي اوف بغداد ايش قد الانرولمنت 70614. عندي البوبيليشن سايز، إذا أنا البحث مالتي أريد أسوي على طلاب جامعة بغداد عندي population size 70000، إذا أسوي على هارفارد عندي population size 30391. هذه population size أحتاج حتى أحسب sample size، إذا عندي أستعملها، ما عندي ما أستعملها. هسه نشوف، نريد نعرف كم concept حتى ندخل بالمعادلة مال calculation of sample size. قبل ما ندخل بهاي الterms لازم الكل يعرف انه هذه تحسب لنا المينيمال ريكوايرد سامبل سايز، يعني اقل سامبل سايز معقول. احنا نقول هذا سامبل سايز معقول، واحنا كنا نروح على المعقول، لان صعب نضل نجمع سامبل 1000 و2000 و5000 اذا ما عندك تيم كامل. فانت على الاقل سامبل سايز اعبر فوق هذا اللي حنحسبه، تقدر تعبره اعلى عبر براحتك. يعني انت اذا حسبت 200 وجمعت 500 رحم الله والديك، بس مو انت تحسبه 200 وجمع 50، لا، معناها انت يعني ما انتك البحث مو generalizable، يعني sample قليل. اوكي شباب، فاول شيء عرفنا انه نحتاج بحساب sample size على population size if available، مرات ما نلقى. نريد نحكي بالmargin of error، طبعا هذا شوية موضوع statistical احنا ما نريد ندخل به عميق، بس هو يمثل confidence interval. بمعنى اني اذا لقيت prevalence of obesity مالتي سامبل 70% من السامبل مالتي هم اوبيز، شو اقول؟ اقول اني حتى اقدر اعمم مع البوبيليشن احطه ضمن كونفيدنس انترفل، ضمن فد رينج، لان ما معقول اني اقدر اقدر البوبيليشن من رقم واحد، احوله الى رينج. انا طلعته بس بالسامبل مالتي 70، اقول انه المين او البريفلنس مال اوبيزيتي تقريبا من 55 الى 80. زين، هذه تكون رينج كلش عالي، 25% فرق من 55 الى 80. يجي واحد يقول لا، انا طلعت سامبل 70 بس حط كونفيدنس من 65 الى 75، شوف الكونفيدنس ايش قد قل 10. كل ما يكون السامبل سايز كبير كل ما حتكون الكونفيدنس انترفل قليله، بيكون المارجن اوف ايرور قليل. ففكره انه انا معناها انا اكيوريت بالحساب مالتي، بحيث أنا متأكد إنه الاستيميت اللي طلعته مثلاً prevalence مال obesity
الانسيدنس اوف مايوكاردال انفاركشن بالسامبل هو قريب عن الواقع، قريب عن البريفالنس او الانسيدنس اللي موجود بالبوبيليشن. فكره المارجن اوف ايرور انه من اي احسب السامبل سايز، كل ما احط مارجن اوف ايرور قليل كل ما حيطلع لي سامبل سايز عالي، حيكون الكونفيدنس مالتي قليل، يعني نارو كلش قريبه من القيمه اللي حصلتها بالسامبل مالتي. نجي على الكونفيدنس ليفل، كنا نريد نوصل ل 99. انا من اول ما سمعت بعد تسوي كونفيدنس ليفل 99، بس انا ما شايف بحث طب كانت او ما ادري كانت، فهي الليفل اوف كونفيدنس هي 95%. عادي دائما هي نستخدم هذه النسبه تمثل لنا هذه النسبه انه ايش قد اني 95% متاكد انه البريفالنس مال اوبيزيتي هو بين 65 الى 75. هاي فكره الكونفيدنس ليفل، كل ما يكون الكونفيدنس ليفل عالي كل ما حتكون الرينج اوسع. يعني اذا قلت انا 99% متاكد انه البريفالنس اوف اوبيزيتي من 40 الى 99%، هذه من ليش انكبرت الكونفيدنس ليفل. وبالضبط كل ما نكبر الكونفيدنس ليفل هنكبر السامبل سايز اللي نحتاج. هنجيب هاي المعادله الهوسه زين صفهم، نحتاج بوبيليشن سايز هسه حكيناها، نحتاج زد سكور اللي هو نطلع منه. انا شفتوا من اللي حطينا الليفل اللي احنا حنحطه 95، بس هنحط الليفل 95 ونجي نحسب الزد سكور ايش قد 1.96. اوكي وبعدين مارجن اوف ايرور حنحط هو 2 ستاندرد اوف ديفيشن. هاي القيم اذا انا ما عندي البوبوليشن سايز في المجنة حيتبدل القرن يصير بهذا الشكل. هذا بس نعرف انه شنو العوامل اللي تحدد، يعني كل ما اريد الكونفيدنس ليفل ماتي عالي كل ما حتكون السامبل سايز كبيره، كل ما يكون المارجن اوف ايرور قليل كل ما يكون السامبل سايز كبير. وكذلك الستاندرد ديفيشن من صار اعلى السامبل سايز يكون اعلى. حتى نبسطها استخدموا هاي الدخول بكل ذي شيء، استخدموا هادي حسبوا الكونفيدنس ليفل حتبقوها على 95 لحد يبدلها. طبعا هاي موجوده بجوجل في سامبل سايز كالكوليتر، بس سووا لها سيرش اسم الويب سايت سامبل سايز كالكوليتر، دخلوا هاي المعلومات حيطلع لكم ايش قد تريدون السايز مالكم. بالنسبة للكونفيدنس قلنا نبقيها دائما 95%. بالنسبة للمارجن اوف ايرور هذا انت تتحكم به، كل ما تصغر القيمة كل ما حيطلع لك يزداد كمية السامبل سايز المطلوب من عندك. بالنسبة للبوبوليشن بروبورشن اللي هو نفسه مثل ستاندرد اوف ديفيشن اللي هسه قلنا عليه، هذا حطوه 50%، لا تبدلوا ابد زين. وبعدين وراها اذا عندك البوبوليشن سايز حطه، اذا ما عندك ليب بلانك. بشكل عام انت الكونفيدنس 95 دائما، بوبوليشن بروبورشن حطها 50%، والبوبوليشن سايز عندك حطها ما عندك عوفها. يبقى اللي تقدر تلعب بيها وتغيرها هي من هي المارجن اوف ايرور زين. وهنا أنا بالعكس ها عندك المارجن اوف ايرور تحسب السامبل سايز او شوف شو تحسب. شكرا. حتى نسوي قبلها فد مراجعه بسيطه، انا اذا بدي اسوي سامبلينج اول شيء لازم اعرف التارجت بوبيليشن مالتي، ان هم عندهم مثلا منطقه مثال انه بيشنت اللي عندهم دايابيتس، اريد اشوف كم واحد وياه عنده هايبرتنشن. فالتارجت بوبيليشن بيشنت ويز دايابيتس ميليتس، وراح اشوف عندي احدد اكو سامبل فريم لولا عندي سامبلينج فريم اروح واندا، ما عندي سامبل فريم حروح نان راندوم اللي هي نان بروبابيلتي سامبلينج. اما هاي اربعه وهاي اربعه، بعدين وراها احاول احسب السامبل سايز، استخدم هاي المعادله مثل ما قلنا اذا نريد نحطها رفلي نقدر نحطها رفلي، او نقدر نستخدم هذا الابلكيشن موجوده كالكوليتر ويب سايت، نحط الكونفدنس ليفل دائما 95%، نحط البروبورشن اوف بوبيليشن 50%، وتبقى بس اذا عندنا البوبيليشن سايز نحطها ما عدنا نعوفها، بس نلعب بالمارجن اوف ايرور. كل ما نريد يكون احنا متاكدين من نتائج البحث كل ما نزيد قلل المارجن اوف ايرور، بهالحاله حيزداد السامبل سايز. وبعدين نبدي ان شاء الله بالداتا كولكشن يكمل البحث.
شكرا جزيلا، ان شاء الله استفاديتوا. احنا حاضرين لاي سؤال او استفسار. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. عشت ايدكم مقدما على اللي تقدموا، ان شاء الله يوفقكم وينفع بيكم ان شاء الله. عندي سؤال، اذا ان شاء الله بخصوص يعني المجلة اللي انتم جاي تشتغلون عليها، مش قد فرصة ان واحد يسوي بحث ينشر فيه البحث مالته؟ يعني طبعا المجلة سترحب بأي شخص يريد ينشر بحثه. فكرة البحث اللي عندنا حاطين احنا يعني author guidelines، كل ما يكون بحث أصيل يعني ما بي استلال ما مسروق، يكون بحث شخص أهم شيء ما بي استلال ما بي plagiarism، وتكون معتمد على مصادر وكتابتها صحيحة، كتابة البحث صحيح إن شاء الله ينقبل، وما يعني كتابة مرتبة مثل ما حاطين بالأوثر جايدلاينز إن شاء الله يعني ينقبل. رحب بكل اللي يقدم إن شاء الله، يعني لا تعتبروه صعب، إن شاء الله سهل. واللي واضحه ان شاء الله، عفوا واضحه الاوثر جايد لاينز، شنو الاشياء شلون نرتب البحث. ان شاء الله احنا هم بالفتره القريبه حنحط فد شيء توضيحي عن شلون واحد يرتب البحث حتى يسوي له سبمشن المجله ان شاء الله. سؤال استفسار بعد. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. الله يخليك. دكتور عزيزي، احنا يعني اسوي فد مشكلة، هاي يعني السامبل سايز بصراحة يعني جاي تواجهنا، فاللي اشوفه انه جاي يعتمدون يعني سامبل سايز ما يعني ما يسوون هاي مثل الكويجين، جاي يشوفون مثلا دراسات قريبة على دراسته ويشوف ذاك ايش قد جاب مثلا سامبل سايز ويحاول يكون الرقم مالته قريب عليه. هاي طريقه. الطريقه الثانيه، احيانا إن مثلا فد يعني فد كلينيكال ستدي واحتاجت فد مثلا بعض الكتات، مثلا يريد يشوف فد بعض البارامترز او بايو ماركرز، فراح يحكمه شنو؟ راح يحكمه الكيت، مثلا يجيب الكيت، هذا الكيت يقرا مثلا يعني هو عاده يجي مثلا ال 100 بيشنت مثلا، فهو مثلا ما معقوله يجيب مثلا هو طلع له السامبل سايز مالته مثلا خلينا نقول 110، يروح يجيب كتين وياخذ كت كامل والثاني ياخذ من عنده مثلا بس على مود 10 بيشنت، فهذا هم جاي حكمه. فما اعرف هسه هو هذا يعني اكيد راح ياثر على يعني خلينا نقول جوده البحث او مستوى نشره، اذا كان يعني انه اعتماده هذا انه والله الكت مالتي هو بس 100 وانا اختاريت 100 بيشنت حتى لا مثلا يعني يصير كوست عادي وكذا. هاي واحدة. النقطة الثانية، يا ريت مثلا لو يعني يصير فد يعني مثل هذا الويبينار على مثلا انه شلون الواحد يختار مثلا فد يعني نوفل سبجكت، خصوصا يعني كلينيكال ستديز او مثلا مواقع هي مهتمة بهذا غير البوب ميد وكلينيكال ترايل، يعني غير هاي المواقع، على مود الواحد يكون يعني مثلا فد ابديتد ويا يعني النوفل سبجكت، خصوصا يعني قلت لك بالكلينيكال ستدي شوي احنا يعني بالعراق مو هالقد، فإذا أكبر مواقع مثلاً أو ممكن تساعدونا به أكون ممنون لكم. عيوني عاشيك طبعاً على هاي الطرح هاي المواضيع. صراحة صحيح بالضبط مثل ما قلت حضرتك، إنه هواية من عندهم من الباحثين الطلاب المشرفين يعتمد على بحوث السابقة المنشورة قد السامبل سايز، وإحنا دائماً نقول كل ما يكون السامبل سايز أكبر كل ما يكون أحسن. بالنسبة اكو طرق بعد لحساب sample size، يمكن شوية طرقنا إلها بديك المحاضرة، يسموها rule of thumb، يعني هذه فتشي رفلي انه انا اذا عندي عدد الفاريابلز اللي اريدها دراسة مالتي عندي 10 فاريابلز، فانا لكل فاريابل احط 10 مرضى، هذا المينيمم. هاي يسموها خصوصا بلا تسوي questionnaire، عندي 10 فاريابلز كل فاريابل 10 مرضى يعني اجيب 100، اذا كان الاستبيان مالتي ب 20 variable كل variable 10 حيصير 200 sample، وهذه كل ما يكون عدد اكثر كل ما يكون افضل، دائما هذا المينيموم احنا نحسب. ومثل ما قلت حضرتك الاهم اسباب انه sample size قليل هي اسباب technical و financial،
يعني لو اكو داتا كولكترز هوايه، لو اكو فلوس مفتوحه هوايه، واحد يقدر يجمع سامبل سايز يقدر يقدر. بس من تكون يعني الفاينانشال ريسورسز ليميتد، الداتا كولكترز اثنين او ثلاثه طبيعي ما راح يقدرون يجمعون 10000 سامبل، فيكون السامبل سايز صغير. لذلك يعني حتى بتشوف انه من اكثر الليميتيشن اللي تكتب بالبحوث العراقيه سمول سايز سامبل سايز، وبالريكومنديشن يسوي ريكومنديشن ويخلي سامبل سايز كبير. يمكن 99.99.99% هي بجانب انه هل ليميتيشن سامبل صغير، الريكومنديشن سامبل كبر، لان ماكو فاينانشال ريسورسز، ماكو دعم من للباحث، فلذلك تشوف السامبلز صغيره. بس هو كل ما يكون كبير كل ما يكون احسن. والمرات انا هسه من انشر مرات يعني قبل فتره دزيت المجله، لما نفتح مجله هاي ان شاء الله دزينا المجله على نشر، ارادت شلون سامبل سايز كالكوليشن، مرات يعني كوارمنت انه انت تحاسب السامبل سايز مالك، ومرات لا، اغلبيه المجلات ما تطلب منك شو احسبت. بس اكو مجلات خصوصا من تشوف اكو راندمايزيشن يطلبون لك شو السامبل سايز مالك. بالنسبة للنوفلتي والنوفل سبجكتس، يعني تبقى يحكم انه الشخص هو مات الفيلد اوف براكتس، هو مثلا اذا ممارسته بجانب الكلينيشن هو بالسيرجري حيستور بريسيرش مال سيرجري، ممكن هو حتى يتابع في الجورنال خاص. مثلا هسه يعني عندي انترست بالانكولوجي، اتابع الامريكان سوسايتي اوف كلينيكال انكولوجي شو تنزل مالتها يعني published articles كل فترة تنزل، حتى عندها webinars عندها conferences. بعد أكو European Society of Medical Oncology، مال Oncology هم أتابعها، يعني لأني ماتي field of interest هي Oncology. أكو مثلا field of interest Cardiology، تابع American Heart Association، European Society of Cardiology، ذني اللي هي الجمعيات المشهورة. بالنسبة إذا ممكن إحنا نسوي الساعة يعني هسا ماتي الانترست هو ال applications of يعني artificial intelligence in oncology especially surgery، ممكن ان شاء الله بالمستقبل نسوي فد ويبينار عن هاي الابليكيشنز ان شاء الله. يعني هذا اللي نقدر شويه technical issues بالعراق شويه مو سهله، يعني ما عندنا في السوسايتيز كلش قويه، ما حشوف فد novel subject صار بالعراق. حتى اذا سؤال على ذيك الموضوع، سؤال على المجله نشر، اذا احد يريد يصير ريفيور طبعا كلش محبب هذا انه تشاركونا كريفيور، يقدرون يسجلون على موقع المجله اثناء يسوون ساينين، اختارون انه يعني ساينين از ريفيور، وان شاء الله ترسل لكم يعني ريفيجن ريكوست. العظيم طيارين تصير مثلا في مجموعة للتليجرام يعني خاص بالمجلة، شوي متابعة بالفيسبوك صعبة مرات يعني ما ندخل هو شوي التليجرام يعني أكثر بيضبرتي إذا أمكن يعني. هذه الدكتورة مينا هي مسؤولة الأشياء الميديا. دكتورة مينا شنو رأيك بهذا الجانب؟ إن شاء الله نسوي جروب أو شنو على التليجرام إذا تحبون هذا الشيء. هاكم مشكلة إن شاء الله بالقريب العاجل، وننشرها على الصفحات مال فيسبوك والإنستغرام. عشيش مينا. عشيش شكرا. إن شاء الله يعني مثل ما قالت مينا بالقريب العاجل إن شاء الله نضيفه. بالنسبة للموضوع الجاي إذا أحد يعني عندكم اقتراح في السبجكت كتبوه بالشات حتى إن شاء الله نختاره، أو ذاتنا إحنا نختار السبجكت. نختارنا السامبل نقول داتا كوليكشن تولز، لأن هي أكثر مشاكل يتعرضوها الطلاب أثناء الريسيرش. الموضوع الثاني أنتوا يعني اقترحوا مواضيع إن شاء الله نسوي، أو إذا ما اقترحتوا إحنا هنختار عندنا. إيدك العايشة إبراهيم. عفوا زهراء.
إذا ما عندكم أي سؤال تقدرون تأخذ راحتكم، وإن شاء الله تصبحون على خير ونلتقيكم قريبا إن شاء الله. دكتور علي، could you please add PDF or PowerPoint of this link؟ إن شاء الله، إن شاء الله يعني حتنشر مصورة وياها إن شاء الله الـ PowerPoint.